فقال ضحاك بن مزاحم لنصراني يوما: لماذا لا تسلم؟ فقال النصراني: لحب الخمر. قال ضحاك: أسلم ثم شأنك بها. فلما أسلم النصراني قال له ضحاك: إن شربت الخمر حددناك، وإن ارتددت قتلناك. فثبت الرجل وحسن إسلامه. مر طفيلي بقوم يأكلون، فقال لهم: ما تأكلون؟ فقالوا: نأكل سما. فأجاب الطفيلي: لا خير في الحياة بعدكم، وقام يأكل معهم. روي أنه جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له أبو حنيفة: الأفضل أن يكون وجهك تجاه ثيابك لئلا تسرق. كان الشيخ صفي الدين الهندي محمد بن عبد الرحيم الفقيه الشافعي المتوفى سنة 715 هجريا رجلا ظريفا، فيحكى أنه قال: وجدت في سوق الكتب مرة كتابا بخط ظننته أقبح من خطي، فغاليت في ثمنه واشتريته لأحتج به على من يدعي أن خطي أقبح الخطوط. فلما عدت إلى البيت وجدته كتابي وبخطي القديم. حدث أن طالبا سودانيا مسلما كان يدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت. كان هذا الطالب السوداني المسلم محافظا على أداء فرائضه الدينية، وفي أحد الأيام لاحظه أحد مدرسيه في هذه الجامعة يتوضأ للصلاة، فصاح فيه غاضبا: كيف تغسل قدميك في حوض نغسل فيه وجوهنا؟ فقال له الطالب السوداني: كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ فأجاب الأستاذ الأمريكي: مرة واحدة في كل صباح طبعا. الطالب السوداني: أما أنا فأغسل رجلي على الأقل 5 مرات في اليوم، ولك أن تحكم بعد ذلك أيهما أكثر نظافة، رجلي أم وجهك؟ يحكى أن رجلا خلال سفره مر بإحدى المدن فصادف وصوله يوم الجمعة، فدخل أحد المساجد لأداء الصلاة، فرأى أن كل مصل يدخل وبيده سكينة ومغرفة وخشبة، ويحمل في اليد الأخرى فأرا ميتا معلقا بخيط، فتعجب من ذلك، فانتظر إلى أن يحضر الإمام ويسأله عن السبب، وبعد دقائق حضر الإمام وكان هو الآخر مثلهم، فأسرع إلى الإمام يسأله عن السبب، فقال الإمام: هذا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدره كتاب التيه. فسأله: هل يمكنني أن أطلع على الكتاب؟ فأدخل يده في جيبه وأخرج كتيبا وقرأ له الحديث: حدثني شيخي عن بختي بن بختي عن شفتان البوري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصح جمعة أحدكم إلا بقفة وسكينة ومغرفة وخشبة وفار. فأخذ المسافر منه الكتاب فإذا عنوانه التنبيه، وإذا بالحديث يقول: حدثني شيخي عن يحيى بن يحيى الثوري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصح جمعة أحدكم إلا بعفة وسكينة ومعرفة وخشية ووقار. فقد كانت طبعة الكتاب سيئة للغاية، مما أسقطت بعض النقاط وأضافت أخرى.